بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنناقش نموذجا لاختبار مقترح للسنة الأولى من التعليم المتوسط، بطبيعة الحال يتعلق بالفصل الأول أو بما درس في الفترة الأولى. وهذا الموضوع مع الوضعية الأولى له التي نصها كالآتي: يقول لدى محسن لعبة كهربائية بها العناصر الكهربائية التالية: عمود كهربائي، مصباح، قاطعة مفتوحة، أسلاك توصيل، كلها موصولة مع بعضها مشكلة دارة كهربائية مفتوحة. يقول في المطلب الأول: أرسم هذه الدارة أو مخطط هذه الدارة باستعمال الرموز النظامية. إذن كما ذكرت سابقا، سأعتمد على الحل الشفوي نظرا لضيق الوقت. قلت ففي هذا الإطار سنشكل دارتنا التي طلبت منا. إذا نحضر رمز المولد، خطان متوازيان أحدهما كبير والآخر صغير، الكبير يحمل إشارة زائد والصغير يحمل إشارة ناقص، ثم نوصل بأحد الطرفين مثلا من الموجب من الإشارة زائد، سننطلق بسلك إلى القاطعة، نضعها في هذا المكان مثلا ونرسم قاطعتنا هنا، قاطعتنا مفتوحة، ثم نوصل من مخرج القاطعة إلى المصباح مثلا الذي سنضعه هنا رمز المصباح، ونواصل بخروج سلك من المصباح لنعود إلى المولد. هذا بالنسبة للدارة التي طلب منا رسم مخططها. المطلب الثاني يقول: إذا كانت دلالة العمود 4.5 ودلالة المصباح 9 فولت، كيف يكون توهج المصباح؟ برر إجابتك. إذن فتوهج المصباح سنستنتجه انطلاقا من قراءة الدلالتين. بما أن دلالة المولد أقل من دلالة المصباح، فإن القوة التي يوفرها المولد لا تكفي للمصباح. إذن بعبارة أخرى نقول في إجابتنا أن الإنارة أو المصباح سيكون توهجه ضعيفا. برر إجابتك، لأن دلالة المصباح أكبر من دلالة المولد، أو العكس، دلالة المولد أصغر من دلالة المصباح. المطلب الثالث يقول: ما هي دلالة العمود التي يجب التي تجعل معذرة ما هي دلالة العمود الذي يجعل المصباح يتوهج بشكل عادي؟ إذن يجب أن تكون العمود دلالته مساوية لدلالة المصباح، بمعنى المولد الذي نحتاجه يجب أن يكون 9 فولت. إذن فالعمود الذي يجعل المصباح يتوهج بشكل عادي هو الذي تكون دلالته 9 فولت، أي موافقة لدلالة المصباح. نمر إلى الوضعية الثانية. معذرة، لم نتمم الوضعية، يعني المطلب الثالث في الوضعية دائما. يقول: المصباحان في الشكل 2، لست أدري أين هو الشكل 2 هذا. المصباحان في الشكل 2 مربوطان. المهم أن صاحب التمرين أو صاحب الموضوع يقول أن لديه رسم فيه مصباحين مربوطين على التسلسل، أعد رسم الدارة الكهربائية على التفرع. يعني هنا إذا كانت لدينا مولد أو بطارية، أسلاك توصيل، قاطعة، فنضع فرعين، مصباح في الفرع الداخلي هنا ومصباح مع هذا الفرع الخارجي ونوصل. هذا بالنسبة لربط المصباحين على التفرع بدل التسلسل. إن ظاهرة الاستقصار تعتبر خطيرة جدا على الإنسان وعلى الأجهزة الكهربائية، لذلك نستعمل عدة وسائل للحماية من أثار الاستقصار وأخطاره. أذكر 3 وسائل للحماية من الاستقصار. إذن وسائل الحماية: أول وسيلة هي العوازل المستعملة في الأسلاك وفي التركيبات والأجهزة الكهربائية، المادة العازلة، فهذه ينبغي أن نحافظ عليها. يعني الغطاء الموجود على القاطعة، الغطاء الموجود على المأخذ، المادة التي تغطي الأسلاك التي نستعملها ينبغي أن نحافظ عليها. إذن فهذه هي الحامي أو الوسيلة الأولى للحماية، العوازل. رقم 2، العناصر الحماية التي نستعملها مثلا المنصهرة. إذن العنصر الثاني هو المنصهرة. والعنصر الثالث للحماية هو القاطع التفاضلي أو القاطع الآلي. إذن هذا بالنسبة لوسائل الحماية. نمر إلى الوضعية الثانية.
يقول في الوضعية الثانية، هذه الوضعية الإدماجية على ما أرى، إذن معناها الوضعية الثانية قد مررنا عليها أن هذا، إذن نصلح أين هو الخلل. إذن الوضعية الثانية هذا نصها وهذه بدايتها، لديك الدارات الكهربائية التالية، إذن الدارة الأولى، الدارة الثانية، الدارة الثالثة، الدارة الرابعة. واحد، في الجدول الآتي بين أي مصباح مستقصر. في الجدول التالي إذن سننتبه إلى الأشكال المقترحة أو الرسومات المقترحة، ونملأ هذا الجدول مجيبين على الأسئلة. في الجدول الآتي بين أي مصباح مستقصر. المصباح المستقصر في الشكل واحد، في الشكل واحد المصباح المستقصر هو المصباح رقم واحد. نوضح، في هذه الحالة عندما نغلق دارة، بطبيعة الحال دارة مغلقة يعني لا توجد قاطعة، إذن هنا التيار يخرج من الموجب يتجه إلى المصباح الثاني كما تلاحظ، يمر من هنا سيجد الطريق القصير هذا، فلا داعي لأن يمر هنا، بمعنى هذا السلك يقتصر الطريق للتيار على المصباح فيمر مباشرة مع السلك ولا يمر المصباح واحد. إذن نقول المصباح المستقصر هو المصباح رقم واحد. في الشكل اثنين، أين هو الشكل اثنين؟ الشكل اثنين هو هذا، إذن هذا الشكل واحد، هذا الشكل اثنين. في الشكل اثنين المصباحان مستقصران، بمعنى الكهرباء سيمر من الموجب، يمر عبر هذا السلك الأحمر ويعود إلى السالب، بمعنى هنا أن هناك استقصار كلي، أي البطارية مستقصرة. فهنا نستطيع أن نكتب المصباحان مستقصران، أو حتى المولد مستقصر. إذن هذا بالنسبة للشكل اثنين، استقصار كلي أي المولد مستقصر. في الشكل ثلاثة، أين هو الشكل ثلاثة؟ هو هذا الشكل ثلاثة، لدينا هذا المصباح رقم واحد، هذا المصباح رقم اثنين، هذا المصباح رقم ثلاثة. يمر التيار من هنا إلى المصباح ثلاثة، ثم عبر السلك إلى المصباح الأول، أي لا يمر عبر المصباح اثنين، فنقول أن المصباح اثنين هو المستقصر. إذن في الشكل ثلاثة المصباح الثاني هو المستقصر. في الشكل أربعة، إذن هذا هو الشكل أربعة، مثل سابقه فقط إضافة مصباح ثاني. إذن يمر تيار من الموجب إلى هذه النقطة، يمر عبر السلك، وبالتالي لا يمر لا في المصباح الأول، لا في المصباح الثالث ولا في المصباح الثاني، يمر عبر السلك ليصل إلى هذه النقطة، ومن هنا يمر المصباح واحد. إذن المصباح في الشكل ثلاثة المصباحان المستقصران هما المصباح الثاني والمصباح الثالث. يقول في المطلب الثاني، في الشكل ثلاثة لو أتلف المصباح ثلاثة ماذا يحدث للمصباح واحد مع الشرح؟ أين هو الشكل ثلاثة؟ الشكل ثلاثة هذا، يعني لو أتلف المصباح آل ثلاثة، أتلف المصباح آل ثلاثة، نعم، إذا أتلف المصباح آل ثلاثة فإن التيار لا يمر، لأن المصابيح على التسلسل. في الشكل ثلاثة لو أتلف المصباح ثلاثة، يعني إذا انقطع سلك هذا المصباح فلن يمر الكهرباء أصلا إلى باقي العناصر، تصير الدارة مفتوحة. نواصل، إذن قلنا نواصل، معذرة، إذن قلنا المصباحان في الشكل اثنين مربوطان على التسلسل. أعد رسم هذه الدارة، تكلمنا عنه وذكرنا ثلاث وسائل للحماية من الاستقصار، فنمر إلى الوضعية الإدماجية. يقول اشتكى أفراد عائلة محمد من إضاءة مصباح الرواق من مكان واحد فاقترح عليه محمد الذي يدرس سنة أولى متوسط مخططا لدارة كهربائية تمكنهم من إشعال مصباح الرواق من مكانين مختلفين، ما هو الحل الذي اقترحه محمد على عائلته؟ أكيد اقترح على عائلته أن تستعمل تركيب إنارة ذهاب إياب.
اثنين، ما نوع القاطعتين اللازمتين لهذه الدارة؟ القاطعتين المستعملتين في الإنارة ذهب إياب هما قاطعتين ثلاثيتين تسميان قاطعتي ذهب إياب. ثالثا، أرسم مخطط نظامي للدارة التي اقترحها محمد، تكون المخطط يكون بهذه الكيفية أو بهذه الصورة، يتشكل من مولد، أسلاك توصيل، ومصباح، وقاطعتين مربوطتين مع بعضهما بالتقابل، كل واحدة تكون في مدخل من الرواق. إذن هذا بالنسبة للمطلب الثالث. المطلب الرابع، بعد انتهاء عائلة محمد من تركيب الدارة الكهربائية الجديدة، شرح لهم محمد عبر هذا الجدول حالات توهج المصباح وحالات عدم توهجه. إذن الجدول هذا الذي يسمى بجدول الحقيقة، يطلب منا أن نبين كيف شرح محمد لعائلته الحالات التي توهج فيها المصباح والحالة التي لا يتوهج فيها. هنا لدينا يسمى جدول الحقيقة، كما قلنا يعتمد على الأرقام أو على الرموز. إذن فالقاطعة الأولى رمز لها بالرمز كواحد، القاطعة الثانية رمز لها بالرمز كاثنين. إذن لنفرض هذه القاطعة واحد، هذه القاطعة اثنين. القاطعة مفتاحها يكون له أحد وضعين اختياريين، إما يكون في الوضع صفر الذي سميناه نحن ألف واحد، وإما يكون في الوضع واحد الذي سميناه ب واحد. من المفروض نسميه هنا ألف واحد ألف اثنين، ب واحد ب اثنين، لا علينا. إذن النقطة العليا سميناها صفر، والنقطة السفلى سميناها واحد. نفس الشيء هنا، النقطة العليا صفر والنقطة السفلى واحد. إذن إذا كانت القاطعة الأولى ك واحد في الوضع واحد، في الوضع صفر، معذرة، في الوضع صفر كما هو في الصورة تماما، والقاطعة الثانية يعني هذه في الوضع واحد، تلاحظ بأن الدارة مفتوحة، بمعنى هنا المصباح لا يتوهج. لا يتوهج سواء نكتبها كلمة لا يتوهج، أو نكتب العبارة أو الرقم صفر. صفر حينما نكتب صفر معناه لا يتوهج. الآن القاطعة الأولى في الوضع صفر، والقاطعة الثانية في الوضع صفر، بمعنى هذه راهي في الصفر، نزيد هذه القاطعة كذلك، نضع مفتاحها في الصفر، هنا ستصبح الدارة مغلقة، بمعنى الأزرق هذا يكون هنا والأزرق هذا كما هو، فبالتالي تصبح الدارة مغلقة فيتوهج المصباح. إذن عندما تكون القاطعة الأولى في الوضع صفر والقاطعة الثانية في الوضع صفر، تكون الإشارة هنا واحد، بمعنى المصباح يتوهج، لا نكتب صفر، انتبه هنا، إما نكتب يتوهج أو نكتب الرقم واحد. عندما يكون القاطعتان مفتاحهما في واحد، يعني هذه في الأسفل وهذه في الأسفل كما هي، أيضا ستكون الدارة مغلقة وبالتالي يتوهج المصباح. إذن صفر مع صفر يعطينا واحد أي يتوهج، وواحد مع واحد يعطينا واحد أي يتوهج. في الحالة الرابعة، القاطعة الأولى مفتاحها في الواحد بمعنى نحو الأسفل، والقاطعة الثانية مفتاحها في الصفر أي نحو الأعلى. في هذه الحالة تكون الدارة مفتوحة ونكتب صفر أي لا يتوهج المصباح. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حل هذا الموضوع. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.